سائل يسأل: ما رأيكم في من يطعن في السلفية ويقول إنها بدعة إلى آخر سؤاله؟ الذي قال إن السلفية بدعة دكتور أشعري معروف، فإذا قال شاب اليوم لعله قرأ كتاب الدكتور البوطي، وهو الذي ألف كتابا في بدعية السلفية، والدكتور البوطي يؤمن بأهل السنة والجماعة وينكر السلفية، تناقض. ولعل الرجل تأثر من وجود السلفيين في الشام، توجد هناك جماعة يقال لهم السلفيون في بلدي، لعل الحزازة النفسية بينه وبين السلفيين الموجودين هناك التي حملته على هذا التناقض، وإلا هذا تناقض سيء جدا. وإن كان البوطي في أشعريته متطرف جدا، وكان يقول في كتابه كبرى اليقينيات إننا لا نقول، لا يسعنا اليوم أن نقول في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لا يسعنا أن نقول كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يقول لا يسعنا هذا، لأننا درسنا البلاغة ودرسنا اللغة واستطعنا أن نخرج المعاني الدقيقة من القرآن. بمعنى يدعي الدكتور البوطي أنه أعلم من الإمام مالك بن أنس باللغة، وأنه لا يسعه ما واسع المسلمين الأولين. الله المستعان. فنسأل الله لنا ولكم الثبات.